يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوم العيد قد وافق يوم الجمعة وصلينا العيد ثم أتى وقت الظهر، فأيهما أفضل، أن نصلي صلاة جمعة أم صلاة ظهر؟ الأفضل صلاة الجمعة، الأفضل صلاة الجمعة. الجمعة تقام ولا تترك، لا بد من إقامتها، والأفضل أنك تحضرها. لكن لو ما حضرتها وصليت ظهرا أجزأ ذلك، لكن لا يكون هذا مثل ما يفعل بعض الجهال، يؤذن للظهر ويجتمعون في المسجد ويصلون ظهر. ما هو الأمر كذا؟ الأمر بالنسبة للأفراد، أفراد إنهم يصلون ظهر بمفردهم أو يصلون جماعة قليلة في بيت أو في مكان أو في منتزه، أما أنه يؤذن للظهر ويحضرون في المسجد هذا خلاف السنة، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. ما قال أذنوا للظهر واجتمعوا في المسجد وصلوها ظهر إذا أدبرتم الجمعة، رسول ما قال هذا ولا أمر به،